شلونك عمو بزينة؟ اهلا وسهلا، يا اهلا بيك. انت بعدك ما كملت فترة محكوميتك، يعني باقي لك فترة. باقي لي فترة، اي 7 سنين. بس تشوف كل هذا الجمال واللوحات هذه من نتاجك. نعم. ولدت رسام انت؟ نعم ولدت رسام، فنان هاني. فنان. اي ودرست ايضا دراسة اكاديمية. اكاديمية. اي نعم، يعني خريج كلية الفنون، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه. ومارست دراسه بالجامعات العراقيه. دكتور واستاذ جامعي حضرتك؟ نعم. سولف لي عن حياتك داخل سجن بغداد المركزي. سجن بغداد المركزي بصراحه متوفر فيه كل المستلزمات اللي احنا نحتاجها. احنا انا كفنان ولمسته. اخذت مساحتك هنا؟ اي اخذت مساحتي وتوفر لي ظروف العمل بفضل السيد المدير هنايا، ووفر لي كل شيء. شطلب من عنده يجيب لنا. توجودك اصلا ينطي رساله انه اي ظرف تمر به طالما عندك طاقه وامكانيه وموهبه ممكن ان تنجز وتبدع وتنتج. اكيد اكيد اكيد. يعني عاده لما نقول شخص موقوف بالسجن، نعم، نزيل بالسجن، تخيل بعض انه شخص يائس، تخيل البعض انه فاقد كل شيء، نعم، محبط. انت عشت هذا الجو لو؟ لا والله انا عايش بامل. ها؟ عايش بامل يعني. بامل. اي عايش بامل يعني. اشتغلت هنايا، مارست الفن، مارست النحت والرسم، واشتركنا معرض بغداد الدولي وانتجنا، وحاليا انتاجنا قدامك موجود، وعندي يعني طموح انتج اكثر. زين. اي بفضل السيد المدير يوفر لي كل شيء. سولفنا عن فنك، عن حياتك الخاصه، شنو دائما يدور في ذهنك تتذكره وانت هنا؟ والله يعني حياتي الخاصة عايش خارج العراق، واشتغل مجال الفنون أيضا، نحات أني ورسام، وإن شاء الله أطلع أمارس نفس العمل. مارس نفس العمل. نفس العمل أمارس. اختصاصي. اختصاصك. نعم. كل الناس اللي تشوفك وحبيت أنت تكون واضح وأمام الكاميرا وتطلع بهذا شكلك، ما خفيت هويتك. لا ما خفيت هويتك. شو تريد تقول؟ أتمنى أن يكون الإفراج عن جميع السجناء المظلومين، يعني أكو ناس مظلومين هنا شفت، يعني مو بهذا السجن غير سجن، يعني القضاء عادل. أي نعم، قضاء عادل يعني. فأتمنى أن يعني يطلعون يعني